لكن بعد ما صار فصل في أوروبا بين الدين والدولة من جديد، أصبح في عنا في العالم الغربي خلينا نحكي الإنجيلي أو البروتستانتي توجهين، بقدر أسميهم توجهين متناقضين، وهنا هذا مهم نحكي فيه لأنه إله علاقة بكل اللي إحنا بنعيش فيه اليوم. الخطية هي إيش؟ روحية أخلاقية في العلاقة مع الله. اللي بدرس تاريخ المسيحية في أوروبا واللي إله علاقة في الكنائس الإنجيلية اليوم في الأرض بيشوف إنه في أوروبا وأمريكا صار في ابتعاد عن، يعني صار في نقيدين، من ناحية في متحررين بس هدفهم إيش؟ عمل اجتماعي، وصار يشوفوا إنه ما بينفع أنا أروح أحكي لإنسان أنت خاطي، لا لازم أساعده، ما بينفع أروح بس أضلني أتجادل على قضايا لاهوتية ملهاش أي قيمة ومبشر الناس بس، لازم نخلق ظروف معيشية أفضل. ومن ناحية تانية كان في مسيحيين هدفهم الوحيد هو إيش؟ لا نبشر. إيش يعني نبشر؟ نحكي للناس عن ضرورة التوبة والعلاقة مع الله. ومن هون تدريجيا ظهرت الحركة الإنجيلية المعاصرة، المعاصرة مش القديمة، يعني الحركة الإنجيلية ما كانتش هيك، لكن خاصة في أمريكا اللي هو في ناس خلص دابوا صاروا بس يخدموا المجتمع، وفي ناس في النهاية انفصلوا تماما اللي هي بنسميها الحركة الأصولية الفاندمنتاليزم في أمريكا. ما بين هدول وهدول كان في حركات مشهورة في العالم، بشجعكم كتير كتير تقرأوا عنها. حركات الهدف مش إنه بنوافق على كل شيء صار فيها ولكن نتعلم منها. مثلا في أمريكا اللاتينية ظهر مفهوم لاهوت التحرر، Liberation Theology، سامعين في هاي الكلمة؟ لاهوت التحرر، فكرة إنه الله لما بده يحرر إنسان مش بس بده يحرره من الخطية الشخصية، لكن أيضا بده يحرره من خطية المجتمع ضده اللي هي الخطية السياسية والظلم السياسي. ومن هون هذه على فكرة بدأت بين الكاثوليك اللاتين، صاروا يهتموا بالفقراء، بس أكتر منهم يهتموا في الفقراء صاروا يحكوا طب أنا شو الفايدة إذا اهتميت بالفقير بس ما وقفت النظام اللي بيخلقه؟ إيش يعني؟ تعرفوا إنه مرات مشكلة الفقير إنه بيشتغل شو كسول، لكن مرات مشكلة الفقير هي إيش؟ النظام غلط. فاهمين شو يعني النظام غلط؟ النظام مثلا إنه الفقير بيشتغل 16 ساعة في اليوم وبيدفعوا له إيش؟ مبلغ بسيط، ومين اللي بيصير غني؟ صاحب المصنع. ولما تيجي تنادي بهاي الشغلة تقدرش تدافع عن العامل في المصنع، ليش؟ لأنه صاحب المصنع شاري القاضي وشاري هذا كان يصير في أمريكا اللاتينية. فتدريجيا الكنيسة صارت تتآمن أنا شو الفايدة إذا بضلني أعطيه خبز بضلني أعطيه خبز، بينما ما وقفتش. فصارت الكنيسة في أمريكا اللاتينية تأخذ مواقف سياسية ضد وزراء معينين ضد رؤساء معينين، وصار لما يصير في ثورة اجتماعية مثلا ثورة ضد حاكم الكنيسة كانت تنضم لها، مرات الكنيسة كانت تقودها. عشان هيك بنشوف كتير من اللاهوتيين والخورة في أمريكا اللاتينية انسجنوا. أوكي؟ بابا اليوم ما كانش كتير 100% بهاي الحركة، بس عمل واحد من أتباع هاي الحركة قديس، عمل يعني أخذ خطوة، لأنه الكاثوليك في أوروبا حكوا هدول غلط، هدول شيوعيين، هدول ماركسيين، إحنا مش معهم. أوكي؟ ولكن من هناك بدت فكرة لاهوت التحرر، إنه ما بكفي أنا ككنيسة أحكي تعالوا يا فقير عندي بدير بالي عليك، إذا أنا ما ساهمت بوقف ومقاومة وتغيير النظام اللي بيسمح فيه. أوكي؟ بعض من هدول اللاهوتيين حكوا مش غلط تكون المقاومة كدفاع عن النفس مقاومة مسلحة، البعض حكى لا لازم تكون مقاومة لا عنفية. ننتقل لفوق للشمال لأمريكا الحالية، أمريكا الشمالية نورث، اللي هي أمريكا. أمريكا اشتهرت بقسيس مع مدني بالستينات والخمسينات، شو عمل؟ حارب نظام الفصل العنصري في أمريكا. عارفين شو يعني نظام الفصل العنصري؟ بتعرفوا للخمسينات والستينات، بعرفش بالضبط وين انت بالضبط، السود في أمريكا كان ممنوع يصوتوا، تخيلوا. مين اللي حارب ضد هاي الشغلة؟ ما كانش في كتير حقوق للسود. مين اللي قاد الحركة هاي؟ كيف؟ آه
بس النساء قبلهم أخذوا أعطوهم. كان في حركات مجتمعية تحارب هذا الشيء، لأن هل هذا النظام عادل ولا مش عادل؟ طبعا نظام ظالم، لكن الكنيسة مرات أخذت دور مهم، وقائد هاي الحركة في يوم من الأيام أصبح قسيس مارتن لوثر. أوكي؟ إذا ما قرأتوش لمارتن لوثر في حياتكم، التنين على فكرة بس أكتر هذا، معلش مع أني لوثر يبصير شيك أحكي، بس إذا ما قرأتوش لمارتن لوثر كينج، صدقا في إشي ناقص من حياتكم. أوكي؟ بتشوف كيف إنسان عاش المبادئ المسيحية وكيف حاول يطبقها وآمن باللاعنف، فكرة إنه من ضربك على خدك الأيمن أدر له الآخر، طبقها بالحرف. كان يقود مسيرات ويحكي لهم إذا الشرطة ضربتكم ولا واحد فيكم يرد، بتناموا على الأرض وبتركعوا. وكان يضربوهم وما يردوش ويحكوا إحنا بشر زينا زيكم، بدنا حقوقنا زينا زيكم. أوكي؟ كان كل عظاته كل خطاباته يقتبس من كتاب المقدس بدون يعني بدون استثناء، ويقتبس من الأنبياء ويقتبس من تعليم المسيح. كان يآمن إنه أمريكا عشان تكون مجتمع مثالي لازم الأسود والأبيض يكونوا أصحاب، مش الأسود يأخذ حقه، الأسود والأبيض يأخذوا أصحاب. واحدة من الأمور المخجلة في تاريخ الكنيسة في أمريكا بالذات إنه الكنائس الإنجيلية جزء كبير منها إن لم يكن الأغلبية حاربوا. ليش حاربوا؟ ماركسي بتدخل بالسياسة، بقاوم السلطات، والإشي الأسوأ من هيك إنهم هم اللي كانوا مستفيدين من هذا النظام الغني والفقير، لأن هم كانوا البيض رجال الأغنياء. أوكي؟ ونفكر بتاريخنا هلأ كلهم صاروا يعتبروا قديس وبطل ويقرأوا له، ولكن هم نفسهم كثير. أنا قرأت كتب لناس بتوبوا إنهم حربوا، بيحكوا هيك البيئة اللي خلقنا فيها، هيك علمونا، هيك علمونا قصصنا في الجنوب، إنه هذا الإنسان ماركسي وشرير ونسونجي، وصاروا يشوفوا إنه هو بيصليش صح وبيجيش. أوكي؟ مع إنه قسيس. أوكي؟ حربوه بطريقة جدا، عشان طبعا مش عم بحكي عنه قديس وفيش في حياته أخطاء، لكن الفكرة إنه هو في أمريكا من الأشخاص اللي ساهم بخلق فكرة ضرورة المشاركة في تغيير الواقع ومحاربة الظلم. اليوم كإنجيليين العالم مقسوم، العالم الإنجيلي نقدر نقسمه للثلاث فئات التالية very general، بس مش مشكلة. أنا حكولي إنه معي ثلث ساعة، مش عارف إذا راح نخلص. نخلص، لا تخافوش. ممتاز، كيف؟ قربت أخلص، معي ربع ساعة. في عنا ناس إنجليين بيعلموا، لازالوا يعلموا بإنه إيش؟ المسيح يجب أن ينفصل عن المجتمع وما يتدخل بالسياسة. ليش؟ لأنه العالم شر، العالم كل شيء فيه خربان، وإحنا لا خلطة بين النور والظلمة. ودعوة الكنيسة هي إيش؟ أنا دائما بشبهها سور، وبتطلع منه إيدين من الشباك الصغير. شو بتعمل هاي الإيدين؟ بتقتنس الناس وبتدخلهم وين؟ جوا السور. تعالوا هناك بنصلي، بنعلمكم متى مرقس لوقا يوحنا، بنعلمكم الحقائق الروحية الأربعة، كيف تروح على السماء وخلص. بتروح على العالم، بتشتغل بالعالم، بس أنت يعني أهم شيء تعيش أخلاقياتك كفرد، لكن ما يكون إلنا انخلاط أو موقف من كل اللي بيصير، لأنه هذا الحكي غلط. مقابلهم في الأغلبية الإنجيلية، أنا إذا بكون صريح كيف أنا بقرأ الأمور، إذا غلطان بنحكي، اللي هي المحايدة. بتعرف إيش يعني محايد؟ يعني أنا بتدخلش، مش إنه العالم شرير، بس أنا أحسن لي ما أتدخل وألتهي بالملكوت. مفهومنا الملكوت بهاي الفكرة أن الملكوت هو إيش؟ عبادة الله. للمعلومات، أنا حطيت محايدين بين أقواس. ليش حطيتها بين أقواس؟ للمعلومات، فيش حدا محايد. أوكي؟ ليش فيش حدا محايد؟ ببساطة بنناقشها بعدين. إذا أنا شفت سليم عم بيضرب ب فيليب، إذا شفت سليم بيضرب بأبو يعقوب لسبب سياسي أو لسبب اجتماعي أو لأي سبب وما تدخلتش، عمليا أنا إيش؟ أنا ما أخذ موقف. إيش موقفي؟ It's okay إنه سليم يضرب أبو يعقوب، هذا موقفي. فيش حدا محايد، تزعلوش مني. فيش حدا بيحكي أنا ما إليش موقف، أنت إلك موقف بس أنت مش عم تحكي.
أوكي؟ لأنه اللي ما بيأخذ موقف من ظلم أو شر بيصير قدامه هو إيش؟ موافق معه. أوكي؟ إذا مش موافقين معي بنناقش هاي الأمور. وفي إنجيليين اللي بيحاولوا ينخرطوا في المجتمع، بيحاولوا يناقشوا من مبادئ أخرى، إنه لازم يكون لنا صوت، البروغريسيف التقدميين، من حيث إنه الكنيسة لازم تكون ضمير المجتمع. أنت سألتني طب إذا الكنيسة اليوم مش مسيطرة شو نعمل؟ الكنيسة بتقدر تحكي، واليوم عندنا كل وسائل الكلام التي نحلم بها. نقدر نكتب، نقدر نحكي على التلفزيون، نقدر نوعظ، نقدر نسوي فيديوهات، نقدر نوعي المجتمع على الأخطاء اللي بتصير فيه، حتى نحكي إنه في إشي غلط. الله مش راضي عن الناصرة، الله مش راضي عن حيفا، في إشي غلط عم بصير. ما حدش يحكي لي فيش عنا صوت. لا، عنا صوت، وحتى السياسيين بدهم يسمعونا. صدقوني المشكلة إحنا بناش نحكي، إحنا خايفين نحكي، وكتير مرات خايفين نحكي. ليش؟ عشان ما نخسرش امتيازات. حقوق، تصاريح، بناء كنائس، بناش نحكي. خلينا بتوافق مع الحاكم حتى الحاكم إيش يرضى عنا. يا أخي إذا انتقدتوا شو راح يصير؟ مش راح يتغير إشي. في كتير ناس هيك، ولكن هل فعلاً أوكي؟ هل أنا فعلاً لما أسوي هيك عم بعلن إنه يسوع رب على موقفي وعلى حياتي وعلى قراراتي؟ ولا مين وقتها الرب على موقفي وقراراتي وحياتي؟ هل أنا فعلاً بعيش فكرة ينبغي أن يطاع الله أكثر من الإنسان ولا لا؟ لاحظوا إنه خلقنا لاهوت بديل بيعطينا مهرب. إيش هو هذا اللاهوت؟ أنا مواطن السماء وما إلي علاقة بهذا الموضوع. وكثير مرات مش عم نحكي الحق، مش عم بنكون ضمير الحاكم، مش عم ننتقد الحاكم، بدها حكمة على فكرة. ومش بس هيك، الأسوأ من هيك كثير مرات مش عم نعمل أي عمل اجتماعي. إيش يعني؟ يعني لا بنساعد فقراء ولا بننادي لتغيير النظام اللي بيصنع فقراء. فمين علي؟ خلينا نكون واقعيين. هل الإنجيليين اليوم هلكين حالهم العناية بالمظلومين في المجتمع، اليتامى والأرامل والفقراء واللاجئين والمشردين وال... أوكي؟ ولسه مش عم بحكي على المستوى الأهم اللي هو مثلا ليش في لاجئ؟ ليش في لاجئ سياسي؟ ليش في مشرد؟ ليش في بدوي بتهجر كل يوم من قرية لقرية لقرية؟ يا أخي بدكش يعني لا بنساعده يا بنوقف النظام. أما إنه ما نحكيش إشي على قرية بدوية بتتهجر كل شهر ورا شهر ورا شهر، عمليا إحنا إيش عم نحكي؟ شو هم؟ صح اللي بصير. أوكي؟ لاحظوا إن الكنيسة الإنجيلية مش عم تسوي إشي. كتير مرات الكنائس مش عم بتسوي شيء، لا عم بعين المظلوم ولا عم بنادي لأوقف الظلم، حتى لو على فكرة ما إليش تأثير. إيش يعني حتى لو ما إليش تأثير؟ المهم إني أحكي صوت الحق. كتير مرات ناس بتسألني ليش بتحكي اللي بتحكيه؟ جوابي إني بدي أكون أمين لكلمة الله. هل بيحكوا لي هل بتفكر إنه كل اللي بتسوي رح يعمل تغيير؟ جوابي إنه مش مهم إذا رح أغير ولا رح أغير. تخيلوا لو أرمية ولا أشعية بعد أول محاولة وقفوا، كان شو صار؟ وصلناش إشي. بس في المشكلة الأكبر إنه على قصة المفهوم الكتابي، في ناس شايفين الوضع اللي إحنا فيه هو تطبيق لنبوات كتابية، فتقدرش تعرضها أصلاً. يعني حتى لو ما يبدو إنه في ظلم، بس هو تطبيق كتابي لا تطبيق لنبوات غير الخوف في التفاصيل. من غير الخوف في التفاصيل. كل هذا ما خدتش في التفاصيل، هلا بجيلهم. هل احنا فعلا مسيحيين ارضيين ولا مسيحيين سماويين ولا التنين؟ اوكي، هل بنفع نكون يا هيك يا هيك؟ في ترتيلة، في كتير مرات مثلا برتل ترتيل زي خذ حياتي يا الهي. انا دائما بحب اعلق على ترتيلة كتير ناس أنا ذاهب للسماء. هاي الترتيب كتير بحب أعلق عليها. تعرفوا ليش؟ حلوة وحلوة الفكرة، بس مرات بحزن إنه شاب عمره 18 سنة كل تحديات الحياة قدامه ومش قادر يستنى إنه إيش يروح السماء. يعني هذا هو طموحنا في هاي الأرض؟ هاي هي دعوتنا؟ طيب يعني أحكي لكم إياها، أنا كل ما ربنا أجل السماء كل ما بكون مبسوط أكتر عشان أغير أكتر.
عشان اشتغل اكثر. اوكي انا فاهم، بس عم تخلق عنا عقليه هروبيه بدي اهرب، انا ذاهب للسماء بطريقه. ليش بس اهتمامي بالفرد مش بالجماعه؟ ايش يعني بالفرد؟ بعلاقتي بالله بس مش بعلاقه مجتمعي بالله، بخطيه الفرد بس مش بخطيه المجتمع. ايش يعني بخطيه المجتمع؟ على سبيل المثال، ليش بس بهتم اذا في في حياتي شهوه بس ما بهتم انه كل المجتمع مبني على فكره دعايه المراه واستغلال صوره المراه؟ ليش ما بنوعظ عن قضايا مثل حرم المراه من الميراث؟ طب مش هاي خطيه؟ خطيه مجتمع انه واحد يموت ويورث عنده ولد وبنت، يعطي الولد كل شيء والبنت ولا لك دخل، مش الاثنين مخلوقين على صوره الله؟ طب مش هاي قضيه مش هاي قضيه مهمه جدا؟ هاي خطيه مجتمع. ليش احنا بس بنوعظ على خطيه الفرد وما بنوعظ على خطيه المجتمع؟ وتذكروا فكرة الاولى تكوين واحد، ليش الله خلقنا على الارض؟ حتى نسلط ننشر هذا الملكوت. هاي الافكار اللي احنا كتير مهم نحكي عنها. هل نقدر فعلا نفصل بين التبشير وبين خلق مجتمع وعمل الفقراء والاهتمام ولا لا؟ هل بقدر أبشر بشخص بأنه يسوع هو رب فقط على حياتك وعلى علاقتك مع الله بدون ما أبشر أنه يسوع هو رب على كل شيء في حياتك بما فيه مواقفك السياسية ومواقفك الاجتماعية؟ وتحكي ليش وش عندي موقف؟ عدم أخذ موقف هو موقف. فاهمين علي؟ إنجيلنا للأسف تبشيرنا ناقص. نفسي أسمع واحد يحكي يوعظ تعالوا يا جماعة أبشركم، تعالوا عنا على الكنيسة أو اقبلوا المسيح، علشان إذا قبلتوا المسيح بينتهي، بدنا ننهي الظلم في المجتمع. تعالوا يا جماعة نآمن بالمسيح علشان نخلق نظرة تناقض مبدأ العنف اللي مجتمعنا عايش فيه، بدنا نعيش في طريقة محبة القريب والعدو. احنا بنسين كل هاي الشغلات، احنا ما بنبشر بمملكة، ما بنبشر بدستور جديد. احنا اختزلنا الانجيل برسالة واحدة، اقبل المسيح تروح على السماء، وصفت المسيحية عبارة عن رفع ايد، بطلت حياة بتغير كل اشي حوالينا، بتغير قراراتنا، رفع ايد تروح على السماء. مش هاي هي المملكة اللي نادى فيها يسوع المسيح؟ يسوع رب، فكروا فيها. ايش يعني رب؟ له السيادة على كل شيء بما فيها كل قراراتي، بما فيها قراراتي السياسية. للمعلومات بحكي عن شخصي، أنا شخص تربيت على فكرة أني ذاهب للسماء، ولا عمري بنسى بالانتفاضة أكون محرور، عارفين إيش يعني مغيوز، أوكي؟ واللي بيصير في بلادنا ظلم والناس تضرب أحجار، أروح على الكنيسة وصدقا كنت أسمع يا الله هدول اللي برا بحاربوا على القدس، بس إحنا قدسنا وين؟ قدسنا سماوية، أوكي؟ عمليا شو علموني؟ انه يسوع والله غير مهتم بكل شيء بصير برا الكنيسه. فخار يكسر بعضه، نشكر الله يسوع ما عاشش بمبدا فخار يكسر بعضه، كان يشوف الناس يتحنن عليهم كغنم بلا راعي. احنا عشنا بمبدا فخار يكسر بعضه، شو ما يصير برا الكنيسه مش مهم، احنا ذاهبين وين؟ على القدس، على القدس السماويه. واللي بيقارني، معلش اطلع الغل اللي فيه، انه اللي علمونا هذا اللاهوت بحطوا إعلام دولتهم أمريكا وبيحتفلوا بدولتهم كأنها منزلة من الله وبيحكوا بالسياسة زي ما بدهم. لما إحنا كنا نفتح تمنا في السياسة شو يعلمونا؟ أوكي؟ ما تحكوش بالسياسة، احكوا بس بإيش؟ بقضايا السماء. حكيت لي عن النبوات، وين راح؟ مشكلة النبوات عارف إيش؟ مش بس فكرة إنه اللي بيصير في بلادنا تحقيق نبوات، لما نحكي إنه اللي بيصير في بلادنا تحقيق نبوات بغض النظر صح ولا لا، اكيد فاهمين انه انا بامنش انه تتحقق، بس حتى لو تتحقق المشكله بهذا الفكر انه بيخلق عنا قدريه. عارف ايش يعني قدريه؟ حتى لو اسرائيل اليوم، حتى لو اسرائيل اليوم تحقيق للنبوات، هذا لا يبرر اي شيء بتسوي اسرائيل. اوكي، يعني كون الله يسمح بشيء، انسى النبوات، كون الله يسمح بشيء لا يعني ان الله موافق عليه. اذا انا بكره هلا رحت وتعديت على جاري، هل الله سمح في الموضوع ولا ما سمحش؟ سمح. طبعا سمح، ولا لو بدوش يسمح وقفني. اوكي، هل هذا معنى انه هي إرادة الله اني اتعدى على جاري؟ هل هذا صح ولا غلط؟ هذا فكر، سوري يعني، قضاء وقدر. عارفين من وين جبنا هذا الفكر؟ فكر القضاء والقدر. الدول الاسلامية كان صار اكثر. اوكي، لا لا هذا بحكي عنه، بس انت فاهم فكرة النبوات والقضاء والقدر. انه تحقيق النبوات. للمعلومات، في قصه كثير بحبها في العهد القديم،
داود الله كشف له انك راح تصير ملك صح ولا لا؟ يعني يسوع داود كان عارف انه قدره انه يصير ملك. في يوم من الايام اجته الفرصه يقتل شاول. شو عمل شاول؟ شو عمل داود؟ بقتلوش، بعملش، بغلطش عشان احقق القدر. حتى لو بتامن النبوات ربنا يباركك، لا يعني ابدا انه اللي بيصير صح. يعني فكره ان الله بيسمح بحدوث شيء لا يعني ان الله موافق عنه اخلاقيا. نكون واضحين بهاي الشغله. هاي فكره القدريه اللي اليوم عم بقرا عنها وبسمعها شيء مخيف. ليش شيء مخيف؟ لانه بيحكي انه اذا انا تعديت على جاري او على جارتي اراده الله. يا اخي تجد الدمار اقبل اراده الله. شو هالحكي؟ اذا انا شفت ظلم وما هشتش سوري في شيء غلط في ايماني. اذا انا شفت واحد محتاج وما تحركتش مشاعري في شيء غلط في حياتي. فاهمين علي؟ بصير هيك. بس نكون مرات بحس انه لا مبالين. هل العدالة مهمة؟ إذا كل العهد القديم بيحكي عنها، إذا يسوع حكى عنها ليش بنحكيش عنها؟ هل فعلا الكنيسة اليوم عمالها بتعيش فكرة الصوت النبوي؟ عمالنا بنخاطب مجتمعنا عم نحكي في إشي صح وفي إشي غلط. هذا دورنا. مين اللي بده يدل الناس اللي برا على الصح وعلى الغلط؟ وطبعا الجزء المهم من الصح والغلط إنه يسوع هو الرب. إحنا مش عم نحكي انسوا إنه نحكي عن يسوع، مش عم نحكي هيك. احنا بنحكي انه جزء من تبشيرنا بالمسيح هو انه نشير للغلط وانه نشير للصح. لانه احنا في النهايه يا جماعه اصحاب رساله. عارفين ايش يعني اصحاب رساله؟ ولازم يكون عندنا تمييز. لازم يكون عندنا تمييز ايش الصح وايش الغلط. ولازم نفحص عبارات عمالها بتصير في واقعنا من خبره شخصيه، لانه مش نقدرش ان 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 نطول كثير. أنا إنسان زي أي فلسطيني عشت تجارب صعبة. عم بحكي عن خاصة فلسطينيين بالضفة. بعمري عمري سمح لي إن أعيش الانتفاضة الأولى والانتفاضة الثانية، ومرتي من عيلة لاجئين مهجرين من يافا، سيدي تهجر من القدس. بس فوق كل هذا حياتي كشخص مرت في كتير تحديات، خاصة بالانتفاضة الثانية. بهدلت الحواجز، بتمنهاش لأي حدا. الذل من الجنود اللي كانوا ذلونا إياه بتمنهوش لحدا. مش عم بحكي إنه أنا هدو داري أو إشي، بس عم بحكي الشيء اللي day to day كنا نمر فيه كفلسطينيين. عنا بالضفة فش عنا مي، يعني ياريت تجوا تزورونا وتناموا عندكم. نحكي لكم دايما أهلا وسهلا، بس تحمموش كل يوم. ليش؟ ليش؟ لأنه المي وين رايحة؟ للمستوطنات. التوزيع 5 لـ1، يعني المستوطن بيستخدم مي أكتر مني 5 مرات. مرات بالصيف فش عنا مي لعشرين يوم، 20 يوم بدون مي. بتفتح الشباك، أظني أكثر هذا الصيف، بتطلع من الشباك المستوطنة مش نافورة، برك وخضار. شو موقفي من هاي الأمور؟ أحكي ولا ما أحكيش؟ عمالوا بأخذوا أراضينا. يعني مش عم بحكي هيك تعرفوا جنرال هاي أخذوا أراضينا، لا مش جنرال أخذوا أراضينا، أخذوا أراضينا. نشتغل وبنحرط وبنشتري أرض، وبيجي المحكمة عسكرية وشو بتعمل؟ بنبني جدار وبأخذوا كل هاي الأراضي. هاي الصورة اللي تحت طبعا مش واضحة. جماعة من بيت جالة 50 عيلة في كريمزان منطقة. هاي أراضي شخصية. تعرف شو يعني private land؟ يعني أراضيهم. إشي ورثها، في إشي مش ورثها، في إشي شريها. كلها أراضي زيتون بدهم يأخذوها إسرائيل. ضلوا هدول الجماعة ل4 سنين كل يوم جمعة يسووا قداس فيها. اوكي، هم كاثوليك. انا كانجيلي كنت اروح، كنت اعزف جيتار، كنت اساعدهم، لانه في شيء غلط عماله هون بصير. وحاربوا بالمحكمه، الفاتيكان تدخل، وزاره الخارجيه الامريكانيه تدخلت، كل الناس كتبوا عنها. وشو صار بهاي الارض؟ راحت. اوكي، اخذوها بالقوه. يعني طب انا شو يعني ما اصفش مع هدول العائلات؟ لانه ربنا حكى لي انها هل انا عم باخذ موقف سياسي لما اروح اصلي معاهم؟ خلينا نفكر بكل هاي القضايا. شغلة التهجير والهجرة واللم الشمل أنا عندي عمي وعمتي، عمي بالعراق بمصر هلا، عمتي بلبنان، بقدروش يجي يزورونا. إسرائيل بتمنعهم لأنه طلعوا من الضفة قبل 67، طلعوا يدرسوا، مش إنه هربوا يعني تهجروا، ممنوع يرجعوا. أوكي، عندنا واحد في الكلية متجوز واحدة من بوليفيا، مش عارف يعيشها معه. تخيل إنك أنت مش عارف تعيش مرتك معك. اوكي، بينما اليهودي اللي عايش في امريكا بيحط شنطته، بضب شنطته وبيجي بيعيش هون، وبيعيش في المستوطنه اذا بده بالضفه.
كيف؟ لأنها أرضه. طب في عدل هون؟ يعني سوري هذا عدل ولا ظلم؟ أوكي؟ لما نحكي عن ظلم وعن عدالة، الكنيسة لما تشوف كل هاي الأمور حواليها، وبقدر أحكي عن كتير شغلات، لما الكنيسة تشوف كل هاي الأمور حواليها ونسكت، نسكت عمليا إحنا إيش؟ فهمتش الكلمة اللي حكاها؟ أهبل. طيب لا، عمليا أنا موافق. أنا لما أشوف هاي الشغلات وما أحكيش، عمليا أنا موافق، لكن مش بس هيك، أنا ضعيف ما عنديش رسالة، وأنا عمليا عم بحكي لصاحب هاي الأرض في بيت جلال اللي أرضه عم بتروح، أنا ككنيسة سوري ربنا مش سائل فيك، ربنا بده إياك تتوب وتصلي. لا بكر رجع لك إياها، بلكي ما رجع لها. ليش رجع لك إياها؟ اقبل إرادة الله. فهمت علي؟ في لك أرض سماوية في السماء. وبعدين بنستغرب ليش كنيستنا فاضية. فاهمين علي؟ أنا عملية مش بس ما عنديش رسالة، الأسوأ من هيك أنا عمليا قلبي صار، سوري على الكلمة، قلبي صار حجر. كنا حكينا عن ال 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 ما حكيت لكم عن مثل السامر الصالح. السامر الصالح بيكشف عن خطر كبير جدا ممكن يصيب، خلينا نسميهم أصحاب الدين. وعلى فكرة احنا الإنجليين غير محصنين انه نصير متدينين، سوري يعني احنا زينا زي اي حدا ممكن نتدين. ايش هو هذا الخطر؟ خطر انه قلوبنا تصير حجر، انه نمشي ونشوف انسان محتاج وايش نحكي؟ خسارة، العالم شرير، هذا شر العالم، خلص شو بدنا نسوي؟ وعمليا بطل في عنا هذا القلب اللحم اللي بيتحرك، اللي بيحزن، اللي بيحن. مش بس بيحزن لما يشوف ألم، اللي بيحزن لما يشوف ظلم، وبينقهر لما يشوف ظلم. وللأسف خسرنا كمسيحيين مش بس رسالتنا، خسرنا مصداقيتنا، إنه إحنا ناس بطل عنا رسالة، إنه إحنا ناس بدنا نرضي الحاكم، وفي النهاية هدفنا الفكرة أنا ذاهب للسماء. ياريت لو هيك فعلا هدول الناس اللي أنا حطيتهم بهاي الصورة، ياريت لو أسأل السؤال شو رسالة المسيح لإلهم، وهل فعلا رسالة المسيح لإلهم اقبل المسيح مخلص شخصي لحياتك بس، ولا في أكتر كتير من هيك؟ في أكتر أنه الله مقهور من اللي بيصير، الله متضايق من اللي بيصير لإلك، طوبى للحزانة لأنهم يتعزون، إنه إحنا عنا في مملكتنا كل هاي الأمور مش راح تصير، وإنه إحنا راح ندعمك وراح نساندك ضد الظلم اللي أنت عمالك بتمر. هل في عنا هاي الرسالة اللي بنحكيها ولا لا؟ في الموعد على الجبل يسوع حكى طوبى لصانعي السلام. شو كان قصده يسوع؟ عن جد يعني فكروا فيها، هل كان جدي ولا هيك بسرح فينا طوبى لصانعي السلام؟ ليش بنخدهاش هاي الوصية بجدية؟ ليش؟ ليش ناسينها هاي؟ مرات نفكر طوبى لصانع السلام، نرجع لسليم وابو يعقوب تطاوشوا ضرب على ظهرهم، معلش احكوا مع بعض تصالحوا. اوكي، يسوع ما كان هيك قصده. يسوع لما حكى طوبى لصانع السلام حكاها في جو مشحون سياسي كله عداء ونزاع. وشو اجى يحكي؟ بتحداكم طوبى لصانع السلام. شو تكملتها؟ لانهم ابناء الله يدعون. تخيلوا لو نيجي نبشر الناس، بدك تكون ابن لله لازم تصنع سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ولا واحد فينا؟ تخيلوا، بس إحنا حطينا هاي الوصية على جنب. بدك تكون ابن لله ارفع إيدك، يسوع بيقبلك. بدناش الجزء الصعب، بدناش التحديات اللي يسوع بيحكي لنا اخلقوا مملكة جديدة، مجتمع بديل، عيشوا بقوانين السماء على الأرض واصنعوا السلام. هاي هي معنى أن نكون مسيحي، مش بس مجرد بس أنادي بالتبشير. هل فعلا إحنا ماخدين دعوة يسوع للسلام بجدية؟ بدي أختم بقصة، وهي راح تكون آخر سلايد بحكي فيها. كشخص عايش على الأرض في بيت لحم بالذات، كتير بيجوا عنا، كتير بيجوا عنا أجانب وبنحكي، ودائما بيسألوني شو بتفكر كيف الصراع بنحل، وبنحكي عن الدولتين ودولة وبنحكي كل هاي الأمور. وهي قصة دائما بتصير، إنه دائما شو بيكون الجواب في نهاية الحوار؟ كيف بينتهي الحوار؟ يلا ما احنا عارفين انه مش راح يصير سلام بأرضنا غير تأيش يرجع رئيس السلام على الأرض. الحكي حلو، لأنه لا سلام قال ربي للأشرار.
لما كنت صغير وأسمع هاي العبارة كنت أكيف. ليش؟ لأنه يسوع اللي بآمن فيه هو هذا المخلص المنقذ سوبرمان بيجي من السماء وشو بيعمل؟ بيصنع سلام، لأنه طالما احنا عايشين بهذا العالم مش راح يصير سلام على الأرض. هيك كنت أفكر. تدريجياً لما فهمت المسيح أكتر، فهمت إيماني، تعمقت في إيماني أكتر، أنا الصراحة ما بستنى تدخل إلهي بفلسطين وإسرائيل، بطلت أستنى. لأنه إذا الله بده يتدخل بفلسطين وإسرائيل راح يتدخل من خلالنا، إحنا صوته على الأرض. بديت شرحي كله بتكوين 1:28، مخلوقين على صورة الله. ليش؟ حتى نمثله، حتى نحكم عنه. لما يسوع صعد وحكى دفع إليه كل سلطان، ترك معنا الروح القدس وتركنا، ما حكلناش خلص أقعدوا استنوني لما أرجع كمان 2000 سنة، شو حكينا؟ روح اشتغلوا. أوكي؟ فبدل ما نشكي وضعنا ملوم، خلينا نشتغل، خلينا نصنع شيء، خلينا نصنع فرق. أقل ما فيها نكون أمنا، لو مش قادرين نغير أقل ما فيها نكون أمنا، نحكي الحق، النادي بالعدالة، النادي بالمساواة، مش حساب الإنجيل، مش لأننا بدنا نساير مجتمعنا ولا نساير شعبنا، لا، من منطلق إيماننا بيسوع أنه هو الرب على كل شيء، هو مخلصنا من خطيتنا، وهو اللي بيدعونا أنه نغير الواقع اللي إحنا فيه. أمين.